اليوم، ولكن دائما وابدا انجازات شبابنا وبناتنا في مختلف المجالات ما تخلص وما لها نهايه ابدا، ونتعلم منهم الكثير. احد هذه الامثله المعروفه جدا لفنانه شابه سعوديه، في سلسله تغريداتها نشرت الشابه عهود عبد الله على السوشيال ميديا، حكت قصة جميلة جدا عن طموح الإنسان وكيف قدرت أنها تبدأ في رسم أكبر لوحة في العالم على الرغم الصعاب اللي واجهتها، ورغم أيضا كلام الناس اللي جاها من مختلف الأنحاء أنها مستحيل تقدر ترسم هذه اللوحة وأنها شيء كبير جدا وإمكانياتها ما تخليها توصل لهذه المكانة، أنه أكبر لوحة في العالم يعني إيش؟ يعني بهذه اللوحة البنت راح تدخل موسوعة جينيس بهذا الإنجاز. اليوم عهود تقول أنا جاهزة لموسوعة جينيس، كملت التحدي ورسمت اللوحة بالقهوة. إيش القصة؟ طبعا أكيد عهود عبد الله الفنانة التشكيلية معنا عبر الهاتف. مساء الخير عهود وألف مبروك على هذا الإنجاز. أهلا وسهلا ومساء النور والله يبارك فيك يا رب. بداية خلينا نعرف منك إيش فكرة اللوحة عهود، وكيف أصلا لقيتي نفسك في هذا التحدي؟ فكرة اللوحة كانت من فترة طويلة في بالي إنه أنا أرسم أكبر، يعني هذا الشيء كان أمنية عندي إنه أنا أرسم أكبر لوحة في العالم. ليه جتني هذه الأمنية؟ لأنه شيء صعب وشيء غريب يعني. فاشتغلت على الموضوع لين طبعا تواصلت مع موسوعة جينيس واخذت الارقام منها، الارقام اللي حتوصلني للرقم الاعلى. تواصلت مع الامارة واشكر الامير خالد الفيصل اللي دائما يدعم الفنانين والفنانات، دعمني واعطاني الموافقة بتدشين هذه اللوحة وتواجده هو برضه في نفس اليوم. جميل جدا. طب كيف لقيتي نفسك في هذا التحدي؟ واجهت الكثير من الصعوبات من أقرب الناس لك، كثير قالوا لك أنت ما تقدري تسوي هذا العمل أو صعب عليك، فكيف واجهتي هذه الصعوبات؟ كانوا يقولوا لي إنه هذا الشيء صعب وكبير وما حتقدري وخذي معاكي رسامين إذا أوكي حتبدأي، بس دائما أنا مؤمنة بأن مواجهة المصاعب تصنع المستحيل. صحيح، الله عليك. فعشان كذا أنا أصريت وكان عندي عزيمة، والحمد لله أنا محظوظة في أم وأب دائما يدعموني، كانوا مستصعبين الموضوع شوي بس بنفس الوقت يدعموا. طب نبغى ناخذ تفاصيل أكثر عن هذا العمل، يعني كم مقاس اللوحة وإيش المحتوى وليش اخترتي القهوة تحديدا أنك ترسمي فيها هذه اللوحة؟ اللوحة مقاسها تقريبا يتجاوز 200 متر مربع. ما شاء الله تبارك الله. المحتوى اللوحة سميتها نسيج واحد، بس إيش محتواها؟ هذا الشيء حيكون يوم التدشين إن شاء الله تشوفوه، إن شاء الله أنتم تكونوا موجودين برضو في يعني راح تكون مفاجأة للجميع يوم التدشين. طب ليش اخترتي القهوة؟ لأنه أنا عرفت بالرسم بالقهوة. يعني هو حسيته إنه شيء مختلف، حتى ألوانها في الرسم مختلفة عن الألوان، مختلفة عن الأقلام الرصاص. صحيح، أتفق معك. طب كم جلستي على هذا العمل خصوصا أنك طالبة جامعية للآن عهود، فقولي لنا التفاصيل. تقريبا استغرقت مني اللوحة 65 يوم، بس الحمد لله عدت وما أبغى أتذكر هذيك الأيام لأني من جد عانيت. شهرين يعني شهرين كاملة، شهرين وخمس أيام تقريبا. تقريبا. إيش أكثر شيء عانيت فيه في هذه الفترة؟ في بداية اللوحة لما يعني أنا ما كنت متخيلة الحجم ده، أنا عارفة إنه المقاس أوكي كبير بس ما كنت متخيلته انه بالحجم ده، فلما انفتح اللوحه قدامي انا خلاص يعني من جد يعني انهرت، وفي نفس الوقت لا ما ابغى انهزم، ابغى افضل قويه. فكانت في البدايه صعبه، انه في البدايه بدايه لما بدات بالرسم لانه صعب رفعه، فكنت كانوا يجيبوا لي رفعه
يرفعوا لي اللوحة عشان أنا أرسم، عشان أرسم. نحن يعني أكيد مستوعبين حجم التعب وحجم المعاناة اللي كنت فيها، ولكن أتوقع كل شيء جميل ينتهي بالآخر، وإنجاز جميل ممكن تفخري فيه، ونحن أكيد فخورين بهذا الإنجاز. كثير عهود حتى لو كانت 65 يوم بالتحديد، ولكن أكيد الإنجاز بالنهاية راح يكون جميل. هل ممكن تعطينا وقت معين لتدشين هذه اللوحة لدخولها موسوعة جينيس، ولا لسه ما تحدد الوقت؟ الوقت إن شاء الله حيكون في 20 أو 21 مارس. 20 أو 21 مارس، ونحن مترقبين أكيد عهود هذا الإنجاز، وبإذن الله تكون معانا صورة اللوحة عشان نعرف المحتوى أكثر في هذا الوقت. شكرا لك عهود، وتستاهلي هذا الإنجاز، وأكيد أقول لك مرة ثانية ألف مبروك. ونحن أكيد مشاهدينا مكملين معاكم، وتفاصيل الميك اب والهروب من الكونتور تحديدا، وأسرار راح تعرفوها مع الميك اب ارتست هناء حبيب، ولكن بعد الفاصل.